دلوقتي جمعاتكم مع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. اهلا بيك واهلا وسهلا في بيت العز. صباح الهنا، صباح الفل، وصباح السعادة والإشراق والصحة والعافية، كل الحاجات الحلوة اللي ربنا يديها لنا ويديها لكم. النهاردة احنا مع بعض في بيت العز، بصبح على ميدو، بصبح عليكم، وعايز اقول حاجة. ميدو وقع؟ لا ما وقعش. دايما كل اسبوع باخد يومين كده معاكم في اول اسبوع، وبعدين يوم في الاخر اكون بقى ايه خدت قرار هنتكلم في ايه. دايما يقول ايه احنا كبني ادمين، يعني يقول لك يا سلام يا رب يا رب ارزقني يا رب، نبي يا رب ترزقني قد كده بمليون جنيه. ما المليون جنيه بقت ملاليم دلوقتي، احنا دلوقتي دخلنا بقى في المليار وبعدين التريليون وبعدين مش عارفين بقى نعمل عايز مليون جنيه يا رب. طب حتى طب نص مليون. طب يا جماعة ربنا ارزقني، كلمة ارزقني لازم يبقى عاوز فلوس؟ تفتكروا ان الرزق هو الفلوس؟ ممكن اقول حاجات وما تقولوش يا ماما نجوى هتقفلها في وشنا ولا ايه. لا، الرزق مش فلوس خالص خالص، الرزق حاجات تانية كتيرة خالص ما عدا الفلوس. ممكن جدا ان وانت تقول يا رب ديني فلوس بقى ودي لك فلوس، بس دي ممكن تلاقي نفسك عايش في مشكلة عويصة انت مش قادر تتخلص منها ومش عارف تحلها مع ان عندك فلوس. او الله، شوفوا ربنا بدي لك حاجات كتيرة جدا، بدي لك بني ادمين، بدي لك اهل، بدي لك عمل، بدي لك صحة، وحنتكلم طول الوقت. انما انا عايزة اقول لحضراتكم كلكم انتوا مليارديرات. او الله، كلنا كلنا عدينا خلاص، ولا تقولي بقى إيلون ماسك ولا مش عارفة مين. احنا ثروتنا اليومية، الثروة اليومية اللي بناخدها كده ونقبضها 66,000 ثانية بنقبضها كل يوم مش كل شهر. انتوا متخيلين 66,000 ثانية نقدر نصرفهم زي ما احنا عايزين، ده اللي هو اليوم. يعني في ناس بتصرفها في الشغل، في ناس بتصرفها في الحاجات المحتاجات، يعني المهم ان انت تقدر تصرفهم زي ما انت عايز. انت معاك الوقت، معاك العمر، معاك الطاقة. ايوة، يعني انت عندك، عايز اقول ايه، عندك ثروة دائمة ومتجددة، يعني كل يوم كل يوم كل يوم. الحمد لله، الله أكبر الله أكبر. إحنا عايزين نبتدي النهاردة نشكر ربنا على كل أنواع الرزق. أحمدك يا رب وأشكر فضلك على الرزق اللي أنت مديهولي، دي حاجة مهمة جدا جدا، وأنا مرتبة كل الحاجات اللي نتكلم فيها النهاردة. عايز أقول لكم حاجة قبل ما نطلع فاصل، أقول لكم على حاجة. في ناس بتدعي وزي ما قلت لكم بالفلوس. احنا بنصور كتير في بيوت فنانين، بنصور كتير في استوديوهات، بنصور كتير في الشارع يعني. فمره كنا بنصور عند الفنان العظيم الله يرحمه عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ يعتبر من اكرم الفنانين، اكرم الفنانين، كريم جدا. يطلع عنده الكرو كله، الكرو يعني مثلا 10-8، على طول السفرة تتحط. وانا لما عرفت بعد كده، لما سألت قالوا لي ان قط السفرة والسفرة الترابيزة دي ما بيتشالش من عليها الاكل، مع ان هو ما يقدرش يأكل، ما يقدرش يأكل. لا يمكن تتخيل هو بيأكل ايه، جبنة قريش، عيش محمص،
ممكن قوي ياخد له تفاحة، ممكن شوية عنب، حاجات بس. فكان يلم الناس بقى، واحنا كنا مرة منهم، والنبي بس تاكل دي ودي لك بقى ايه، حتة بطة، حمامة محشية، كبدة مقلية، كبدة اسكندراني، الحاجات اللي فيها هوت صوص كده، معلش انا نفسي في دي كل دي. طب كلي لي دي يا ماما نجوى، طب كلي. انا بيبقى قلبي ممسوك، ازاي هو بيشبع وبينبسط وبيسعد. الله، كلت الطبق كله. قلت له انت ليه كلت الطبق كله؟ بقول لزميلي خفيف خفيف، قال لي لا سيبيه سيبيه ياكل الطبق كله. ده انا فرحان، انا شبعان. يا سبحان الله، شوفوا بقى. وكان في ناس كتيره جدا دمها تقيل شويه، يقول لك بيعمل نفسه عيان، ده بيشرب ميه على المسرح. لا، هو حقيقي كان عيان معدته. في مشاهير كتير عانوا من المرض وهم عندهم يعني مئات الالوف. طبعا ما اقدرش اقول لان هم زمان، زي انور وجدي مثلا، عمارات، فلوس بالاف الجنيهات، والاف الجنيهات بقى شوفوا انتوا الاربعينات بكام. ووصل لمرحله ان هو كان بيتمنى ياكل سندوتش فول، بيتمنى ياكل سندوتش فول، ما كانش يقدر. المهم يعني ان الفلوس لوحدها من غير كل انواع واشكال الرزق ما تنفعش، تساوي صفر صفر، وصفر كمان وعلى الشمال. كان برضه قبل ما اطلع فاصل سريع كده، ماما الله يرحمها وديكوا الصحه وطولة العمر، تقول لي انا عايزاكي تبقي حاجه كبيره، عايزه. من الحاجات اللي كان دايما تقولها لي، اقول لها زي ايه يعني؟ كانت تقول لي مثلا، افتكرتها دلوقتي بمناسبه الصفر، تبقي صفر. قلت لها ليه كده؟ انا مش عايزه ابقى صفر في الدنيا ولا صفر في الحياه، انا عايزه احقق نفسي واحقق ذاتي، وابتدي بقى خلاص دموعي، انا دموعي قريبه يعني. قالت لي لا، مش صفر على الشمال، صفر على اليمين، صفر اللي بيقوي وبيكبر، صفر اتنين تلاته اربعه سته، بقوم تسعه دلوقتي. فانا من وانا صغننه قوي بقيت افرح قوي بالصفر. يا سلام ان الواحد يبقى صفر، لكن ما تبقاش صفر على الشمال، اوعى. طيب احنا نطلع دلوقتي حاجه صغننه كده، فاصل سريع جدا، عشان في كلام كتير قوي عن ال، هتكلم عن اليانصيب اللي هي اللوتريه، وهي ميزه ولا مصيبه بعد الشر يعني. فانتوا دلوقتي هتقعدوا تتاملوا كلامي ايه اللي حصل للبنوته دي. نطلع فاصل. انتوا مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعايه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بيكم معايا مره تانية في نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. شوفوا بقى، طبعا الارقام اللي هتتصلوا بينا هي 05 0155 955 1006، وكلها هتطلع قدامكم على الشاشه. خليني احكي لكم بقى حكايه لطيفه جدا عن بنت جميله أمريكانية اسمها ساندرا هاريس. ساندرا هاريس دي كسبت، مش بالراحة ما تتخضوش، كسبت 240 مليون دولار. 240 مليون دولار، حلو كلكم؟ لا مش حلو. تعالوا شوفوا اللي حصل لها. ايه اللي حصل لها بقى؟ بصوا بقى، جالها كمية مشاكل تكفي دولة. ابتدت المشاكل من البيت، من الأهل والأصدقاء. يا خبر أبيض، إيه نوع المشاكل؟ ألو ساندرا، أنا محتاجة بس قد 200,000 دولار علشان أنا عناية. تي تي تي. ألو ساندرا،
انا محتاج يا حبيبتي كذا 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 عشان كذا 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 كذا. ابتدوا الاهل كلهم عاوزين الاهل في امريكا والبلاد المتقدمه ما عندهمش صله الرحم، يعني ما بيزروش بعض، التزاور عندهم بسيط على القد يعني في المناسبات بس. فلقيت ان الاهل عندها كل يوم كل يوم قاعدين وجايبين الاولاد وبيتين، حلو ده، قاعدين وجايبين الاولاد وبيتين ولعب بقى في الجنينه، ويلا بقى نشوف هنعمل ايه وهنسوي ايه، ويلا بينا نزرع حاجات. ابتدت البنت يحصل لها زي ما تقولوا هتدخل على النيرفس بريك داون، يعني هيجي لها الهسس. طيب اذا الفلوس ما حلت لهاش المشاكل، حلت لها المشاكل؟ لا، هي ابتدت تجيب لها مشاكل، يعني بقت عامله زي العسل ولم النمل، مع انهم قرايبها وكل حاجه، بس ابتدت تخرج من الاقارب للشارع للمنطقه كلها اللي ساكنه فيها. اصلهم 240 مليون دولار يا جماعه، 240 مليون دولار في كام بقى؟ شوفوا انتوا، انا شخصيا ماليش في الفلوس والله، ومش بعدها اللي اعمله فيها، بس ان انا بغسلها، بغسلها مطرح يعني، باخدها كده احطها في طبق كده وانشر لا طبعا مش منشوره، بس بطلعها واخليها بعيد عن بعض. طيب كل اللي بيقابلوها، بيقابلوا ساندرا هانم دي هاريس، بيعرضوا عليها بقى مشاريع، تعالي نعمل مشروع، يلا نعمل مشروع، نعمل مشروع كبده، نعمل مشروع، طبعا مشاريعهم هم غيرنا. المهم يعني احنا بنحب اهالينا يتصلوا بينا ونحس ان هم ممكن نساعدهم، ممكن كذا ممكن كذا، لكن هي برضو ما تتصدموش، خدت الشوية اللي فاضلين من 240 مليون دولار، نقول مثلا صرفت مثلا 30-40، فضل معاها 200 مليون، وخدتها ودتها للجهات الخيرية. والله خدت الفلوس كلها وتخلصت منها ودتها برا. إذن المشكلة عملت إيه؟ خلت البنوتة دي تخسر كل أهلها، تخسر كل أصدقائها، تخسر كل جيرانها، تخسر الناس كلها، بقت قاعدة لوحدها. ولما عرفوا إن هي خدت الفلوس كلها وتبرعت بيها للجمعيات الخيرية، يا سلام، هي اتجننت، هي مش عارفة إيه، لا 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 لا، دي خلاص بقت يا عيني زي ما يكون عندها كورونا مزمنة، محدش بيجي ناحيتها. قعدت بقى تعمل ايه علشان هي حاولت تخلي نفسها يبقى في اتزان عقلي ونفسي وعاطفي، فرجعت بالفعل اتزنت في المواضيع دي، وكتبت كتاب بيحكي قصتها ومعاناتها مع ال 240 مليون دولار اللي كسبتهم في اليانصيب اللي عندهم بيسموها لوترية. كتبت كتاب قالت اسمه يعني How Winning the Lottery Changed My Life. How شفت يعني ازاي ان انا اكسب في اللوترية اللي غيرت حياتي كلها. وطبعا انا من عندي بقى ماما نجوى اللي قلبت حياتي يعني رأسا على عقب. طب تعالوا نشوف ايه تاني رزق. بركة العمر، بركة العمر، العمر في حاجتين. لما يقولك ايه ربنا يديك طولة العمر بالصحة، طولة العمر من غير ما تحتاج حد، لا تشيل فيه ولا تحط، ده مهم جدا. تخيل ان الواحد يكبر في العمر وبعدين امراض، وبعدين يبقى عبء على اهله وحبايبه، دي صعب جدا. فيقولك ايه اديني عمر على قد صحتي، خلوا بالكم، لانه ساعات الابواب السماء مفتوحه وبتتكلم كده دغري مع ربنا سبحانه وتعالى، تقول له يا رب يا رب طول عمري واديني طولت العمر يا رب، اديني طولت العمر يا رب، بطول لك عمرك، بس انت ما دعيتش مظبوط، اديني طولت العمر على قد صحتي. ودايما الستات المصريات حلوين قوي وجمال، ما يبقى عندهم اولاد يقول لك
يا رب تجعل يومي قبل يومهم، انا ما استحملش يعني اي حاجة تحصل. فدايما دي الدعوة انا بتعلمها او تعلمتها من والدتي، كانت دايما تقول كده، اقول لها بعد الشر عليك يا ماما، ما تقوليش كده يا ماما، لا 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 لا. تقول لي بس اما تكبري هتعرفي. فعلا دلوقتي اقول يا رب يجعل يومي قبل يوم ولادي وقبل يوم احفادي وقبل يوم حبايبي، انا اللي ابتدي. طيب بره بقى، احنا هنا بناخد الناس الحبايب بناخدهم زي ما بيقولوا ايه، مضمونين، الراجل مع الست، ده زي الكرسي وزي العربية زي الكنبة، خلاص مضمون، عارف ان هو هيرجع يلاقي الكنبة دي، عارف هيرجع يلاقي الاكل. لا، في حاجات مش مضمونة، اللي هي زي ما قلنا بالنسبة لطولة العمر. لما تيجي بقى البركة في العمر بتحصل ازاي؟ احنا بنكبر، لو انت احتاجت نظارة زي حالتي كده انا بلبسها في القراية، دي مش يعني مش بصيرة، دي بصر. انما تكبر يبقى عندك بصيرة، في فرق بين البصر والبصيرة. ربنا يقوي بصرنا ويقوي اكتر واكتر بصيرتنا، لان البصيرة جوانا، اللي هي الاحساس بالاشياء، اللي هي بالتقدير العام للمواقف. بره بقى بيلاقوا ايه؟ اول ما الواحد هناك يبقى عنده 70 سنة يلاقي تنهال عليه عروض العمل. هتقول له يا ماما نجوى بتقول ايه؟ عشان هي يعني كبرت، هي عشان هي بتروج للعواجيز. لا والله، ده هما بيلموا الناس اللي هي كبار 60 سنة وما فوق لغاية 80 سنة. شوفوا بايدن، شفتوا بايدن؟ وعايز يرشح نفسه كمان لغاية لما يبقى بقى عنده 90 سنة. هما بيحترموا جدا ايه؟ العقل والتجربة. فكروا في كلمتين بتوعي دول، العقل والتجربة، وأقرأ شوية بقى في الواتساب اللي انتوا بعتنهولي، ونطلع فاصل صغنن كده، تطلعوا معايا بليز. أوكي. تمام، يلا بينا نطلع فاصل ونرجع مع بعض تاني نشوف ايه موضوع الرزق ده. ربنا يرزقكم بكل حاجة حلوة. بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بكم معايا مرة تانية، انا نجوى إبراهيم في نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، ومعايا ميدو، وبنتقابل دايما في بيت العز يوم الخميس من 1 لـ2، ويوم السبت بنعيد تاني على التلفزيون من 4 لـ5 بعد الظهر. ابتدت كتير قوي، ايه الحاجات الحلوه دي؟ الواتساب ده جميل والله. صباحك سكر يا ماما نجوى، صباح الورد والياسمين، شيرين مع حضرتك. اهلا يا شيرين، منوره. وتحياتي لميدو المحظوظ عشان قاعد جنب حضرتك. يلا يا ميدو، ربنا يرزقك بالصحه ويحفظك ويحفظ لك كل حبايبك، ورزقنا الرضا والهداية ونور قلوبنا باليقين. الله عليك يا شيرين، متشكرة جدا جدا على رسالتك الجميلة. في كمان واحدة بعتالي بتقولي الله عز جوهري، أحلى مساء يا أحلى دكتورة. يا حبيبتي يا عز، ربنا يخليكي. ماما نجوى حضرتك عندك حق في كل كلمة بتقوليها، أنا بحبك قوي قوي. رحمة، يا سلام، الرحمة دي قلبك مليان رحمة والله، تقولي الكلام الجميل ده. شوفوا بقى، اتكلمنا في الرزق وبركة الصحة والعمر، هنتكلم في حاجة حلوة قوي، بس اكمل برضو حكاية الناس اللي هي اللي بيبقوا كبار بيجيبوهم كمستشارين يشغلوهم، يعني ده حاجة مهمة جدا ان هم يستعينوا بيهم، ما يروحوش يقولوا ايه هو هياخد زمن وزمن غيره، هو هتاخد زمنها وزمن ايه، هو لسه عايش وبعدين على 60 يا عيني يزحلقوه، يقعد بقى يحط طاقية وجلبيته وشوية لب ابيض يأزأز ويتفرج علينا ويتحسر، لان هو عنده طاقة وعنده تجارب وعنده ثقافة وعنده علم. المهم يعني عايز اقول لكم على حاجة، احتفظ بشبابك وانت كبير، ايه رأيك؟ ده تحدي كبير.
يعني اهتم بصحتك، اهتم برياضتك، اهتم بروقانك، تبقى رايق، تبقى صافي من جوه، جواك صافي، تبقى ترانسبيرنت زي ما بيقولوا، شفاف، ما عندكش اي نوع من الانواع الغامقه. في حاجه بقى جميله، الرزق في الزوجه والرزق في الزوج، ان انت يبقى عندك زوجه طيبه وبتحافظ عليك وتحافظ على بيتك، مش مهم في اولاد او مفيش، لكن هي الزوجه رزق. أو ما تطلعوش فيا يعني رجال رزق ايه ده، مراتي مطلعه مش عارفين رزق ايه اللي بتقولي، جايه تقولي عليها ماما نجوى؟ لا لا لا، الزوجه ده كلابوش بقى، ده بيعملها لي ونكد ايه، لا شيل ده على جنب، حاجات بتعدي. لكن الزوجه لما بتبقى كويسه، اللي بنقول عليها رزق حقيقي، دي الزوجه اللي في ظهرك، الزوجه اللي هي بتقعد تحوش القرش على القرش، ولما يحصل اي حاجه مثلا ايه تقول لك خد، اتفضل يا حبيبي خد، انا كنت محوشاهم، تعمل جمعيه، خد يا حبيبي يا جوزي خد ده، هات لنا بيه كذا، ندفع المصاريف. الزوجه هي الظهر والسند. المقابل بقى ان في ازواج او في بعض الرجاله يخلوا يحسوا ان الزوجه دي يعني شغلتك بس، خد هات لنا، او انا واقفه جنبك، او لا، كفايه ابتسامتها، كفايه دعوتها، لانه اتفقنا ان احنا زي ما اتفقنا زمان وفي كل برامجي اقول لكم انه الزوج هو الابن البكري، اعتبريه كده، واعتبريه حتى لو انتوا بعد الشر لم ترزقوا باولاد، ان ده ابنك، وهو كمان يعتبرك كأمه، الحنان والحب والرعايه، وانك تخلي بالك عليه. كل دي حاجات ما اعرفش هتقوله ماما نجوى بتقول كلام مش مظبوط قوي. طب ايه رايكم الرزق اللي في العقل؟ العقل ده حدوته تانية خالص خالص. الرزق اللي في العقل ده جاي من الحكمة، وجاي برضو من العمر والتجربة. طب هنعرف ازاي يعني ايه رزق في العقل؟ يعني ايه رزق في اللسان؟ يعني ايه رزق في اللسان؟ يعني بلسان طويل ولا ايه؟ اوعى، موضوع اللسان الطويل ده رزق، كل ما طول كان رزق؟ لا لا خالص، هنتكلم فيها. بس نطلع فاصل صغنن علشان نسمع لنا اغنية حلوة، و أدون بقى كل الواتساب اللي جالي النهاردة عشان أسلم عليكم، بفرح قوي جدا موت. بس اتفقنا ان احنا بدل ما اقول لكم اخر النمرة 30-20، طب ليه؟ طب ما نقول محمد، نقول ليلى، نقول فتحي، ايه رأيكم؟ نطلع فاصل سريع. بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. أهلا بكم معايا مرة تانية في بيت العز. احنا بنتكلم على الرزق، بس قبل ما أخلص الكلمتين دول عايزة بس أرد على برضو هقول الرقم 1641. مساء الفل أستاذة نجوى، دلوقتي أنا معجب بواحدة، وفي تلطيف، في تلطيف، في تلطيف ولا تلطيش، في تلطيف، وعايزة أتقدم لها، بس خايف تزعل مني جدا. ليه؟ ليه هتزعل منك؟ إحنا أصدقاء، أقول لها ولا ممكن يكون في وسيط بينا، ولا إيه رأي حضرتك؟ ممكن الرد سريعا بقى علشان في بريك هو قرب يخلص، أو البريك خلص وأنا برد. بص بقى، انا مش عارفة بس اسمك ايه. طيب انت عايز تقدم لها صح؟ طب ما انت ضروري هيكون في وسيط، يعني ضروري هتاخد حاجة، حاجة مع الشوكولاتة والورد والحاجات دي، الاسرة. وانا متهيالي انا بحب الطريق المستقيم دغري، هتروح بقى لاصحابك وبعدين تقف لها تحت وقول له هي دي، طب اوريك صورتها لا، طالما انت جد على بركة الله كده تاخد الموقف وما تضيعش وقت. الوقت مهم جدا، الوقت هو عمرنا،
والف مبروك مقدم، الف الف مبروك، ربنا يسعدك. مهم قوي ان احنا نتكلم على موضوع الرزق في الصحاب. الرزق في الصحاب ده حاجة جميلة جدا، ان انت يبقى عندك، على فكرة ده مش بالعدد، العدد مش ده، العدد ده في الليمون، انما في الصحاب لا. ان مش معنى لا ده انا عندي صحاب كتير قوي، عندي صحاب ياس كتير، لا، المهم الجودة، المهم الحنان والحب، وان هم يكونوا دغري ويكونوا شبهك، بمعنى ان انت كويس، او بمعنى ان انت كويسة وحلوة، مش حلوة في الجمال، حلوة في الاخلاق. ان ربنا يعني يقول لك ايه، الطيور على اشكالها تقع. والله ده مثل مش بطال بيحصل، انه بيبقوا اللي شبه بعض بينجذبوا، والانجذاب اللي هو بيقولوا عليه الكيمياء، سواء بين البنات وبعض، وبين الصبيان وبعض، وبين الرجل والمرأة، الرجل والمرأة. فاللي عايز اقوله لكم انه مهم قوي ان يبقى عندك صحاب. والله لو عندك 3 4 اصحاب فقط، هم دول الاكتاف اللي انت تركن عليها، الظهر اللي هو يسندك. الصحاب الطيبة رزق واسع جميل بيستمر معاك طول العمر. ربنا يرزقك وربنا يرزقكم جميعا بالأصدقاء الصحاب المحترمين المتربيين. لأنه ساعات نقول إيه، قول لي مين صحابك وأنا أقول لك أنت مين. هتقول معايا شنفورة وحنجورة ولنونة ولنونة، ابعد. هتقولي معايا مش عارفة مين، واحنا في الجامعة وبنحضر دراسات عليا، برضو هنعرف. يعني الأصحاب هي اللي بتشكل بعد كده حياتك. شوفوا بقى، جامعة هارفارد عملوا دراسة يا طولة بالهم، 75 سنة عملوا دراسة علشان في الآخر خالص تطلع لنا بنتيجة مهمة قوي. ايه هي سر السعادة؟ شوفوا بقى، سر السعادة بالظبط زي ما ماما نجوى بتقول لكم لسه من شوية، جامعة هارفارد بعد 75 سنة طلعت ان قالت سر السعادة هم الاصدقاء الجدعان، الجود فريندز. عندك اصدقاء جدعان بالمعنى المصري بقى، ان هو اللي هو ينطلك اول ما يحس ان انت بتعطس، يروح جنبك يجيب لك مش عارفه ايه، يبقى في ظهرك، يبقى معاك، يلا. دول الاصحاب يقول لك لا بلاش نعمل كده، بلاش نعمل، اللي هم بيمثلوا الاب والام او عيلتك بنفس الكلمات وبنفس الاخلاقيات وبنفس الاعتناقات للاشياء المحترمه. فطلعوا ان هو سر السعادة ان احنا يكون عندنا اصدقاء واصدقاء محترمين، ده حاجة حلوة قوي قوي. طيب انا دلوقتي بقى قبل ما اختم عايز اقول لكم على حاجة حلوة قوي، ومتهيألي ان انا هخلي بالي ان كل حلقة هقول لكم كام حاجة كده بقعد اكتبها طول الاسبوع، بطلع بكلمتين حلوين. يعني مثلا انا قريت كتاب لقيت فيه جملة حلوة قوي كتبتها، لا يفاجئني رؤية الشر الذي يفعله الناس، لكن عندما أرى انعدام الخجل في وجوههم بعد فعلتهم. شوف انتوا بقى، يعني الكاتب قال الكلمتين دول، أنا مش بتفاجئ لما حد يبقى شرير ويعمل حاجات ويبوظ الدنيا، لكن بتفاجئ إن أنا إن هو ولا هو مكسوف، مش مكسوف من اللي هو عمله. طيب في حاجة كمان عايزة نصيحة للبنات، لو لقيتي خطيبك او لو لقيتي اللي بتحبيه او لو لقيتي اي حد انت قريبة منه مستنيلك على الغلطة، ما تتأخريش عليه، غلطي وامشي. امشي. دي مهمة جدا والله، بعد ما اقفل دلوقتي عاوز افكر فيها. لو حبيبك مستنيلك على غلطة عشان تمشي يطفشك، ما تتأخريش عليه. انا مش هتاخر عليكم، كل اسبوع يوم الخميس الساعه 1 لغايه الساعه 2 بقعد معاكم ادردش،
لأن أنا بحب أقعد معاكم، بحب أشوفكم وأحب تشوفوني. وأنا بشكركم على اللقاء الأسبوعي ده اللي احنا بنذيعه مرة تانية على التلفزيون نجوم اف ام تي في يوم السبت من 4 ل 5 بعد الظهر، هو كان 11 الصبح قبل كده، تمام؟ فاحنا خليناه عشان ايه يبقى الجمهور اكتر واكتر واكتر. حبكم جدا جدا، الى اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله، معكم نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6 وبيت العز. كنتم مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.